عناقيد من الأدب الفريد تسلم النفس بالشعر المفيد، لها في القلب إيقاعات حب كضخ الدم في حبل الوريد. فيا من قلبه قد مل حينا فحينا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا أيها الأحبة نقطف عناقيد الأدب من بستان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن رواحة كما نعرف شاعر رقيق الكلمة، وشاعر قوي الشكيمة، وشاعر فارس له مواقف متعددة. من أشهر مواقفه ما كان منه في مؤتة لما قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه، واستلم الراية بعده جعفر بن أبي طالب، ثم قتل جعفر بن أبي طالب وقد سمى الرسول عبد الله بن رواحة ليستلم الراية بعده. حدث شيء من التردد عند عبد الله بن رواحة، فماذا قال؟ قالوا سمعوه يقول لنفسه: يا نفس ماذا ترجين؟ لما ترددت قليلا: يا نفس ماذا ترجين؟ ترجين الزوجة فهي طالق، ترجين العبيد والإماء فهم عتقاء لوجه الله، ترجين المال فقد بذلته في سبيل الله، بستان كذا هو في سبيل الله. فتجرد من الدنيا كلها ثم أمسك بالراية وهو يقول ما سبق أن ذكرنا: أقسمت يا نفسي لتنزلن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ولما آلمته إصبعه قليلا قال لها، يشجع نفسه على ما هو أكبر من جرح الأصبع أو من حرق الأصبع: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت، يا نفس إلا تقتلي تموت، هذا حمام الموت قد صليت، إن تسلم اليوم فلن تفوتي أو تبتلي فطالما عوفيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. يقصد فعلهما هنا، يقصد زيد وجعفر، إن تفعلي فعلهما هديتي، وإن تأخرت فقد شقيتي. وأخذ رضي الله عنه يرددها أكثر من مرة حتى تحمس وأمسك بالراية وقاتل حتى استشهد في سبيل الله رضي الله تعالى عنه. أيضا كان يتابع أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام كشعراء الرسول الآخرين، كما فعل حسان وكما فعل النابغة الجعدي وكعب بن مالك، ولكن حسان بن ثابت كان الأول في هذه المتابعة، ويأتي بعده مباشرة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. خرج أبو بكر الصديق جائعا فلقي عمر بن الخطاب فقال: ما أخرجك؟ فقال: الجوع. قال: أخرجني ما أخرجك. ثم لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهما فأخبراه أن الجوع قد أخرجهما، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أخرجني ما أخرجكما. ثم انطلق مع صاحبيه إلى أبي الهيثم ابن التيهان، وانتشرت القصة في المدينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن صاحبيه أبا بكر وعمر قد خرجا جائعين، وذهب إلى دار ابن التيهان وأطعمهما ما كان لديه من الطعام. فقال عبد الله بن رواحة يذكر هذا الموقف ويذكر ذلك الفضل الذي ناله أبو الهيثم ابن التيهان. يقول عبد الله بن رواحة: فلم أرك الإسلام عزا لأمة. لاحظوا معي أيها الإخوة كيف يتحدث هنا عن عزة الإسلام التي لا تنظر إلى الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام خير بأن تكون له الجبال ذهبا وبين أن يكون نبيا رسولا على حالته تلك، فاختار ما عند الله عز وجل. فهنا يقول: فلم أرك الإسلام عزا لأمة ولا مثل أضياف الأراشي معشرا، نبي وصديق وفاروق أمة وخير بني حواء فرعا وعنصرا، فوافوا لميقات وقدر قضية، وكان قضاء الله قدرا مقدرا،
إلى رجل نجد يباري بجوه شموس الضحى جودا ومجدا ومفخرا، وفارس خلق الله في كل غارة إذا لبس القوم الحديد المسمرا، ففدى وحيا ثم أدنى قراهم فلم يقرهم إلا سمينا متمرا. ففدى وحيا يعني فداهم بروحه وحياهم، ثم أدى قراهم فلم يقرهم إلا سمينا متمرا. ومن حكم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى. وهذه قالها خالد بن الوليد رضي الله عنه، مثل شهير: عند الصباح يحمد القوم السرى، ومعناه أن الإنسان إذا جد السير في الليل وكان جادا في سيره ولم يتكاسل ولم يتخاذل، فإذا أصبح الصباح سيحمد ذلك المسرى الذي سراه وذلك الجد الذي جده. خالد بن الوليد لما رحل من الشام إلى مكة حاجا دون أن يعلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان يسير في الليل ويكمن في النهار، فلما أطل على مكة مع الصباح قال: عند الصباح يحمد القوم السرى. ولعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقفات شعرية مع مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: إني تفرست فيك الخير أعرفه، والله أعلم أن ما خانني البصر، أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب، فقد أزرى به القدر، فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر، يا آل هاشم إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير. ومما يروى أنه لما قال فثبت الله ما آتاك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت فثبتك الله. ولو سألت إذا استنصرت بعضهم في جل أمرك ما آووا ولا نصروا، فخبروني أثمان العباء متى كنتم بطاريخ، أو دانت لكم مضر، نجالد الناس عن عرض فنأسرهم، فينا النبي وفينا تنزل السور، وقد علمتم بأن ليس يغلبنا حي من الناس إن عزوا وإن كثروا. وقال مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر، فثبت الله ما آتاك من حسن قفوت عيسى بإذن الله والقدر. وقال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات، أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع، وأعلم علما ليس بالظن، أنني إلى الله محشور هناك وراجع. وقال عبد الله بن رواحة أيضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كليهما له عمل في دينه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ يعذلونه يجاهد في ذات الإله ويعدل. وقال أيضا رضي الله عنه: تحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر، حلى ليلة الظلم، وفي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم. وفي هذا البيت يتحدث كثير ممن تحدثوا عنه فيه معنى عميق لم يهتدي إليه غير عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. يقول: في عطافي الرسول صلى الله عليه وسلم أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم. هو لم يقل فيه الدين والكرم، قال: ما يعلم الله من دين ومن كرم. ومعنى ذلك أن في عطفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بردته من الدين والكرم ما لا يمكن أن يدركه الناس، وإنما يعلمه الله عز وجل. وقال رضي الله تعالى عنه:
شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مقربين. هذه العناقيد الشعرية الجميلة التي قطفناها من بستان عبد الله بن رواحة تؤكد لنا معنيين مهمين. المعنى الأول أنه كان حاضراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائماً في مواقف حروبه، وفي مواقفه الخاصة ومواقفه الاجتماعية، وفي علاقاته داخل المدينة، وأنه أيضاً كان حريصاً على أن يشيد بمواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً. المعنى الثاني أن شعر عبد الله بن رواحة من الشعر الخفيف الرقيق، الشعر السلس الذي يمكن أن يردد وأن يغنى دائماً، ولعل ذلك هو السر في أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كثيراً في المواقف التي يحتاجون فيها إلى الترويح عن أنفسهم بالإنشاد والتغني بالشعر، كانوا يتغنون ببعض أبيات عبد الله بن رواحة لما فيها من الرقة ومن اللطف ومن سهولة الترداد، وأيضاً من الإيقاع الفني الجميل. لكن لو جئنا لو أردنا أن نأخذ جانب السبك وجودة السبك وفخامة اللفظ وحسن تركيب الجمل داخل القصيدة وداخل البيت الشعري، فسنجد حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه مقدما على عبد الله بن رواحة في هذا الجانب. رضي الله عن عبد الله بن رواحة شاعرا منافحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجاهدا صادقا وشهيدا في سبيل الله. حتى ألتقي بكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عناقيد من الأدب الفريد تسلم نفس بالشعر.